نزلت مقابلة نور ستارز مع كارول ضمن برنامجها Get Real with Carol، واللي حملت عدة تصريحات وأخبار مفرحة، حيث حكت نور ستارز عن موضوع الخلاف اللي صار بينها وبين نارين بيوتي قبل سنة وكيف صار الترند آنذاك، وصرحت رسميا عن صلحها مع نارين ولقائهم ببعض بدبي قبل فترة وحكيهم عن موضوع الخلاف، وعبرت عن ندمها الشديد على الخلاف اللي كان بينهم، وبنظرها حاليا كان لأسباب جدا تافهة وما كان لازم يصير. تندمه؟ أكيد غلط. يعني ليش؟ غلط كبير. وهذا الدرس كمان الواحد بتعلمه، إنه من لما الواحد بيكون معصب الشيء كتير تافه والدنيا ما بتسوى. صار اليوتيوب كتير في دراما، ولا أنا ما كنت ملاحظة على الدراما قبل؟ على فكرة أنا وياه لما التقينا وحكينا حكينا بهالنقطة، طلعتوا ترند الدراما، إنه ليك كيف هلأ الناس كلها عم بتحاول تعمل الدراما. موضوع يعني كثير الموضوع ما محرز، يعني بالنهاية ما في لا عداوة ولا شيء ولا كره ولا أي من هذول القصص، بالعكس قلتلك موضوع كثير يعني بسيط. عم بيقولوا إنه بدهم يرجعوا يشوفوكم سوا، نشوفكم قريبا لا سوا. بدي أقول لك أنا والله عن جد إنه أنت مستعدة؟ ما لنا خلاف ما يعني خلص. بس أقول لك شيء كمان كارول، يعني نحن من قبل ما كنا كثير نطلع سوا.